مرحبا بكم عندنا في مولاي عبد الله. بالخير بشعيب، كنركب مع مقدم محمد زغاري الصديق ديالنا ايوب الهدى. اول عام مشاركه ديالو، كان كيشارك في الاقصائيات واول عام غيشارك ان شاء الله. وهاد المباراه ديال الجهات كيكونوا تقريبا كاين 9 تصربات هنا في مولاي عبد الله، غادي يشاركوا وغيلعبوا ان شاء الله نهار 8 النهايه. وبالنسبه للخيول هذا العام حيت كان كوفيد كانت الناس مابقاش شاركت، وهذا الشيء صعب شويه، خاص الناس مسؤولين يتلفتوا لهاد الناس ويشوفوا فيهم، يعاونوهم بالمواد الاساسيه ديال الخيل اللي كاينه، راه داك الشيء مكلف بزاف. وحنا كنساندوا ايوب الهدى اول مشاركه ديالو، وجميع الصربات كنتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. اثرت بشكل كبير هاد كوفيد، وهاد العام حتى النقص ديال الجفاف حتى هو اثر كبير كاع في العالف وفي كلشي غالي تقريبا. ماشي كنتمناو للمغاربه كاملين، كنتمناو الله يحفظ هاد البلاد جميعا، وهاد الخير اش نقول لك بليا، وكنتمناو التوفيق جميع البارديه. راه كاينين الناس اللي خدامين في خفاء صراحه مشكورين، واش نقول لك حتى السلطات المحليه والناس اللي كتسرع هادشي كامله مشكورين. معكم عمر الحمداني، كاتب عام جمعية الدكالة الفنون الفروسية التقليدية والحفاظ على التراث بإقليم الجديدة. احنا الآن كنتواجدوا بمولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة، مناسبة هي إقصائيات الجهوية المؤهلة لجائزة الحسن الثاني دار السلام بالرباط، اللي كتنظم من طرف الشركة الملكية تشجيع الفرس تحت لواء الجامعة المغربية للفروسية. الآن كيف ما كتشوفوا هنا كيتواجدوا ربما أجود السرب اللي كتواجد بإقليم الجديدة، اللي كتمثل في 9 سربات من مختلف الجماعات وقيادات اللي كتمثل إقليم ديال عملات الجديدة. بالنسبة للمشاركة فهي كتبقى مشاركة اللي كتفتح حظوظ للسربات المشاركين باش يبانوا في احسن حله ويبانوا في احسن وجه ويعطوا صوره زوينه ومشرفه للخياله بصفه عامه، اللي كتحتاج انه يكون اجود لباس، اجود خيول، اجود سروج، اجود طلقات ديال البارود، اجود تنظيم بالنسبه للسربه داخل المحرك. وكنبغي نوجه واحد النداء للخياله انه تكون السلامه ويكون التسليم ما بين الركابه، والسلامة هي كل شيء، واللي تأهل ساعدوا الحظ الله يسهل عليه، اللي ما تأهلش ما ساعدوش الحظ مرة أخرى إن شاء الله، والله يجيب تيسير السلامة للجميع. شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي.
وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.